يا سلام الله على اللي رقى راس السنام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام في مسار العلم والمجد يضرب لا سلام راية التعليم بامثاله ترفرف عالية والجهود المخلصة شاهد لأصحابها يا سلام الله على اللي رقى راس السنام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام في مسار العلم والمجد يضرب لا سلام وراية التعليم بامثاله ترفرف عليا والجهود المخلصة شاهد لأصحابها بالتقاعد غنى قف الشعر عب النشيد في مقام الحر أحمد وبه نشيد عاش أبو صالح وعسى عمر مدين صانع الأجيال بالعلم وأفعال وفية سيرة بالعز تزهى علو مكتبها يا سلام الله على اللي رقى راس السنام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام هيبة الأستاذ مثله التكريم والمدح في قدره يلوك أحمد خلاد المجد بخلص وثوك طيلة 35 عام بصدقني ما تواني في مرامه أبد أو غابها يا سلام الله على اللي رقى راس السلام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام شيخ عز وشيخ علمه وكرامة واعتدال الوفاء والطيبة والحكمة أفعال جزال والمكارم كل أبوها له أخلاق وسبال في دروب العز والخير له روحة وجية والأمور المقفلة هو يفك أبوابها يا سلام الله على اللي رقى راس السلام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام هذا أبو علي الله يحيي نباه الكريم ابن الكرام المطالي قدها مثله التكريم يبقى قليل بمستوى حي راس النواميس نفسه مهتوية لا نوال الكايد عزم بس جابها يا سلام الله على اللي رقى راس السنام عقب سيرة عز يشهد لها كل الأنام طيب لا جي نعم والله غير ساس أهل طالت ووجهات وامجاد وبس مجدهم ثابت ومشهود ما فيه التباس